هنروح لموضوع تاني وبرضه مهم جدا. أكد المدعي العام السويسري اقتحام الشرطة الفرنسية برفقة محققين ماليين للتفتيش في مقر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في العاصمة باريس. وشدد المدعي العام أن التفتيش بمكاتب شبكة بي إن سبورت جاء بالمشاركة مع السلطات السويسرية ومسؤولين قضائيين أوروبيين بعد التهم المتعلقة بنصر الخليفي مالك القنوات في دفع رشاوي للحصول على حقوق بث مونديال كأس العالم. وأشار المدعي العام إلى أن نصر الخليفي اشترك مع جيروم فالكا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على حقوق بث المونديال عن طريق دفع الرشاوي. يعني الرشاوي القطرية من اليونسكو لكأس العالم، يعني كلام وأخبار كتيرة جدا ودايرة متصلة وبنشوفها من أكثر المكان. مش عارف الخبر ده ممكن الجزيرة تذيعه ولا لا، إن هم قبضوا على أو حققوا مع ناصر الخليفي ولا لا. المهم على أي حال لا لازم يذيعوه لأنه في كتير قوي إعلاميين عرب موجودين هناك. لا تقدموا استقالات، في استقالات جماعية كمان. صحيح.